السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على تقنية النانو تكنولوجي وسيف صلاح الدين. ايه العلاقة بين الاتنين؟ هنعرف دلوقتي. تقنية النانو تكنولوجي هو علم بيهتم بدراسة عملية معالجة المواد بالاستعمال الجزيئي والذري، يعني بتعمل تعديل في خواص المواد بحيث بتخلي الجزيئات صغيرة جدا، كل جزيء مستقل بذاته، فده بيعمل تغير في خواص المواد. يعني تقدر تعمل مثلا على سبيل المثال حبر لما يقع على الهدوم مثلا ما يلوثهاش، تعمل خرسانة مختلفة تكون مثلا صلبة وفي نفس الوقت خفيفة، مثلا تعمل نوع من الحديد ليه خواص مختلفة. فالموضوع ده هو اتعمل نقلة كبيرة جدا، وناس كتير بتستخدمه في صناعة الملابس، في صناعة البناء، في صناعة الموبايلات، فأصبح حاجة أساسية. طيب سيف صلاح الدين، سيف دمشقي، ناس كتيرة كان عندهم السيف دوت، يعني مش سر انتصار صلاح الدين ان هو مع السيف ده، لا ده سذاجة في الطرح، لا ده هو كان منتشر وكان موجود في كتب التاريخ ان في سيف دمشقي قوي جدا. كان جون فيرهوفن بيقول ان هو ده نوع من انواع السيوف اللي يتمناها اي محارب، مصنوع في دمشق. الاوروبيين شاهدوه مع المسلمين، استغربوا من قوته وان هو خفيف، يعني قوي وفي نفس الوقت خفيف. فقعدوا يعملوا تجارب كتير، اكتشفوا ان هو معتمد على تقنية اسمها النانو تيوب والنانو وايرز، اللي هي الأنابيب الكربونية نانية الحجم، حاجة صغيرة جدا. فعلماء كتير جدا ألمان وأمريكان اكتشفوا إن هو ده، هو يعني السيف دوت اتعمل فيه تكنولوجيا لسه وصلناها حديث جدا. فبيتر بوفلر ده واحد أمريكي في جامعة التكنولوجيا بمدينة دريسن، ألماني مش أمريكي، هما قعدوا يحللوا السيوف ديت لسنين، فوجدوا إن فيها أنابيب متناهية الصغر من تقنية النانو، الصوانات الدقيقة من الكربون، ليها مواصفات خاصة مختلفة عن الفولاذ، فبتديها قوة وفي نفس الوقت بيبقى خفيف تقدر تستخدمه أثناء الحروب. السيف دوت كان من قوته لما أثناء الحرب بيكسر السيف اللي قدامه، لو حطيت عليه أي حاجة شعرة مثلا تتقطع على طول من شدة حدة السيف. فيعني سبحان الله العلماء قدروا يوصلوا لحاجة زي كده، فاحنا نتمنى ان احنا نعيد الامجاد دي ونعمل نبقى نصدر احنا التكنولوجيا باش نستوردها.